اتكلمنا بشكل عام على الموبايل ابلكيشنز، تمام، واتكلمنا على الويب ابلكيشنز كاحتياجات، تمام، موجوده. ما اعرفش كده الناس شايفه الاتجاهات دي واضحه ولا محتاجه اي؟ واضحه يا دكتور، واضحه. تمام، حلو. طيب ماشي، احنا اتجاه، انا ادي الاسئلة كده. احنا دلوقتي هنتكلم على ايه؟ انتوا عايزين تتكلموا على اتجاه البيج داتا والكلام ده، صح؟ مظبوط ولا ايه؟ انا كنت عايز اودو الصراحه. ايوه يا دكتور، البيج داتا والداتا مايننج. وانا كنت عايز مشروع. ما هو مشروع ده اصول ناخده في واحد واثنين اللي جايين، يعني اصول ناخد مشروع في الويب واصول ناخد مشروع في الموبايل، او اكتر من مشروع في الويب واكتر من مشروع في الموبايل على حسب المساحة والوقت وسرعة الكلام ده، وان احنا نستوعب بسرعة او نشوف هنعمل ايه. المهم مشروع هنا ومشروع هنا. هو ده مظبوط، وانا ده الحقيقه اللي انا حابه، لان ده الاساس، يعني انه لازم بالظبط، وده الاساس اللي انا شايف من وجهة نظر المتواضعة جدا ما ينفعش نختلف عليه حتى مهما كانت اتجاهاتنا ايه بعد كده. ايوه، لازم ناخد مشروع. ما اتفضل. انا عشان كده يا استاذ محمد، انا حابب ان احنا يكون كلامنا دلوقتي. دكتور ما شاء الله شلال من العلم والمعلومات. ربنا يبارك فيك. لا والله، ولا نزكي على الله احد، ربنا يزيدك من نعيمه يا رب ويوفقك لكل واحنا خير. بنستغله واحنا بنعترف بده على فكرة، ما قلناش حاجة. لا لا لا، اكيد انا قصدي ان هو يعني هتساله هيجاوبك، فاحنا عايزين نستفيد احنا فاتوه كمان، بمعنى زي ما بيقولوا فاتوه. نركز في الخطوه اللي جايه من باب ان احنا نبقى انجزنا، وممكن حتى لو في محاضره تانيه او وقت اوسع يبقى احنا خلصنا الاساس من المحاضره دي. طب المحاضره انا دي عايز عايزين بس نقرر فيها طب النكست خليني اقول ستيب كلام ايه هي. مختصر طب خليني اقول كلام مختصر لان انا عارف التفصيل هيفتح. خلينا في الاتجاهات، الاتجاهات الكبيره. يعني ايه؟ في ويب ابلكيشن، اشتري دماغك دلوقتي، تمام؟ في موبايل ابلكيشن، حلو. في حاجه كمان برضو احنا كنا المفروض بعد الويب او قبل الويب، في حاجه اسمها ويب سكرابل، مش عارف سمعنا ولا لا. صوتك بعيد شويه يا دكتور، مش عارف ليه. دي جميله جدا دي يا دكتور، ويب سكرابينج جميله. نسينا الويب سكرابينج. الويب سكرابينج مطلوبه برضه في السوق على فكره، مش مطلوبه، مطلوبه. ايه هي الويب سكرابينج الاول؟ باختصار انك مثلا انا عندي موقع من المواقع اللي موجوده في السوق، وليكن مثلا عايزين نقول مثلا ويكيبيديا مثلا، تمام؟ تمام. ويكيبيديا بتقدم معلومات رهيبه جدا، تمام؟ فانا عايز، مثلا تعمل لي داتابيز، هي جايبه بياناتها اصلا من ويكيبيديا، هتخش على معلومات تخص مثلا الكوره مثلا، او تخص مثلا علماء الفيزياء مثلا، او تخص حاجه معينه يعني. والبرنامج ده يمشي على ال HTML بيج بتاعتك، ويبدا يفلتر، ياخد مثلا اسم المؤلف يحطه في الخليه، واسم الموضوع يحطه هنا، وراس الموضوع يحطه هنا، والعناوين الرئيسيه والمحتوى الاساسي يحطه في جهاز في تيبل، ويرص واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده، يخش عليه ريلز وياخده هو اوتوماتيك، وينقي زي ما انت مبرمجه، فاهمني؟ ينقي من البيج اللي مبرمجه، يطلع لك سي اس في فايل، يطلع لك جيسون فايل، يطلع لك داتابيز. على فكره ده ممكن يتاخد دلوقتي ككورس واحد،
يعني خلاص. بس هو ملوش بقى ولا انت تعمل انترفيس ولا انت في الاخر بتلم من الانترفيسز اللي موجوده وتطلع ايه؟ داتابيز او سي اس بي فايل او جيسون فايل لامم الايه؟ البيانات اللي انت عايزها. لا وهنعمل استفتاء. انا بقول لا المشروع اهم بالنسبه لي. ما هو ده مشروع بس هو يعني هو ده شغلانته يعني في السوق ده شغلانته. يعني ممكن مثلا تلاقيه بقى منتشر قوي مثلا في تويتر مثلا وفيسبوك والحاجات دي. يقول لك انا عايز اسكراب كل مثلا التويتات مثلا السياسيه مثلا او التويتات مش عارف ايه او الحاجات اللي خاصه بهاشتاج معين وقيس لي راي العام للناس وطلع لي كده احصائيه كم واحد بيتكلم كم واحد موافق كم واحد مش موافق كم واحد مش عارف. بس هو عايز احصائيه في الاخر تتعمل البرنامج كله عشان يعمل احصائيه. في ناس بتستغلها عشان ماشين ليرنينج تبني عليها بقى ابلكيشن ماشين ليرنينج الناس يعني. على العموم ده كورس مطلوب برضو يعني حاجه موجوده في السوق يعني مش خلاص حضرتك اكتب جنبه كورس ده كورس منفصل نبقى عارفين ان هو ده كورس منفصل. هو انا بحط كل العناوين دلوقتي مش هحط غير العناوين الرئيسي عشان حاسس ان انا ايه شعبتكم قوي فعايز الم الدنيا. في بقى جزء اللي هو البيج داتا ابلكيشنز. طبعا البيج داتا ابلكيشنز مثلا وهتروح برضو معاك في الاخر يا ويب يا موبايل يعني ما انت في الاخر تطلع بشكل مش حاجه تتشاف فاهمني. طبعا انا عارف ان اغلب الناس بتدي الحاجات الابلكيشنز دي من غير ولا موبايل ولا ويب بيعلموهم كده بس وبعد كده يدخلوهم في الحياه وانا ضد الكلام ده خالص تمام. وكذلك اللي هو الاي اي الجانب بتاع الاي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنت الذكاء الاصطناعي. انا برضو بقول يا جدعان من غير ويب ابلكيشن يطلع للنور ولا موبايل ابلكيشن انتوا بتهزروا يعني. مع ان في هنا تفرعات كتير جدا في الاي اي على فكره يعني ماشين ليرنينج ممكن تشتغل كمبيوتر فيجن ممكن تشتغل فويس ريكوجنيشن ممكن تشتغل في تفاصيل كتير واتجاهات كتير. بس على العموم انا وجهه نظري ان بيج داتا ابلكيشنز هتتبني على ويب او موبايل لازم يكون في ويب او موبايل اطلع فيه في الاخر الشغل بتاعي. وكذلك الاي اي الاتجاه بتاع طبعا انت ممكن تشتغل اللي بيسالني على المايننج انت ممكن دلوقتي تبدا مايننج يعني انت اللي عايز تشتغل مايننج انت ممكن تبدا من هنا على طول على طول مايننج. بس مايننج تطلع برضو احصائيات للناس وكلام زي كده وحاجات زي كده لكن مش هتطلع ويب سايت ولا هتطلع موبايل ابلكيشن والا تتعلم موبايل وويب برضو تمام. ايه تاني عندنا شباب؟ اودو صح؟ ايوه اودو. اودو اودو بقى طبعا يعني يفضل طبعا تكون عارف اساسيات عن فكره الاتش ام ال السياب طبعا الاتش ام ال التاجات والحاجات دي هي اساس اصلا موجود. وطبعا اللي عنده فكره عن الاتش ام ال هيبقى عنده فكره عن الاتش ام ال على فكره ان هم واخدين نفس الاستراكشر بتاعهم. وبتتعلم بقى الفيوز بتعمل ازاي والاي بي ايز بتعمل ازاي والكستمايزيشن بتعمل ازاي. ممكن تاخد الريبورتس مثلا كده. فبرضه ده توجه. يبقى احنا كان عندنا قدرنا نقول مثلا كام توجه حتى الان اللي قدرنا نلخصهم توجهات عامه. سبعه. ممكن نعمل ممكن نعمل فؤود واد اونز. طبعا ده يبقى برضه يعني كورس منفصل يعني. هو اصلا بتبني انت اد اونز بتاعت الاودو جواه بشكله هو يعني هو ليه اسلوبه. ما انا قصدي كده احنا عندنا الاودو هنحط عليه موديول صغير كده بحيث ان وقتها هنتعلم الانتجريشن والريبورت والكستمايزيشن. الاودو اي ار بي سيستم بالظبط. فمثلا في مدرسه او جامعه اشترته عشان يعمل الموظفين ويعمل حسابات ويعمل مش عارف. تمام بس هم عايزين يدخلوا عليه مثلا بيانات الطلبه مش هتلاقي فيه طلبه مثلا مظبوط. تمام. فاحنا مثلا عايزين نعمل مثلا الانترفيس بتاعت الستودنتس والبيانات بتاعت الطلبه وحاجات الحاجات دي ممكن نبقى كمان عايزين نعمل حته كنترول مثلا كده يعني فاهمني. الفكره دي خلاص كده انت بقى انطلقت بقى عيش بقى كان انت ممكن تحطه في مستشفى تلاقي كل حاجه موجوده الا مثلا البيشنت والكشف عايز تعملهم بس وخلاص فاهمني كده يعني حاجات زي دي. بقى عندنا سبع مستويات. انا بحب رقم سبعة فلما جت سبعة عجبتني يعني على ان احنا يعني سبع سماوات بقى وكده. فانت كده عندك ايه سبع التوجهات. هنلاحظ هنا ده لوحده يمشي الويب سكرابينج. بيج داتا لا لازم ويب وموبايل. اي اي لا ويب وموبايل.
كودو يعني لازم يكون عندك خلفيات ويب، ما انت مش هتخش من غير ويب يعني. وممكن تكون عارف تبني موبايل يعني، ممكن تكون بتبني انت اصلا عايز، انت الابلكيشن الموجود بتاع كودو انت عايز تخرجه للناس على موبايل ابلكيشن يعمل حاجات معينه، فانت عايز تبني موبايل ابلكيشن ريليتد او مرتبط بالكودو وبيعرض حاجات معينه من كودو. فاهمني ولا بعيده؟ في ابلكيشن كنا عملناه بتاع التبرعات، يعني الناس مثلا في المساجد والحاجات دي عايز يتبرع، فبيتبرع بالكارت من على الموبايل مباشرة وينزل على السيستم يعني. حلو. عايزين كنت عاملوه موبايل ابلكيشن يعني؟ اه البرنامج بتاع التبرعات كان على الموبايل، انما الباك اند كله اودو، كان بالظبط جمعية تحفيظ القرآن الكريم في السعودية مكنون. يبقى برضو انت ممكن تتعي يعني من الاخر لازم تكون معاك ويب يعني من الاخر البال. ايوه بالظبط. كنت هتربط بقى معاها، انت هتعملها اي بي اي بحيث ان الموبايل يقدر يخش عليها، ماشي. مش هتعمل اي بي اي بقصتك انت. تمام يا دكتور كده. ممكن احنا وجهه نظري يعني ممكن نبدا بالويب، بالويب والموبايل، او الويب بعد كده بالموبايل، بس في الويب واحنا هناخد فرونت اند، ناخد حاجه برضو مشتركه مع الموبايل في الفرونت اند زي الرياكت لو حضرتك ترشحه، بحيث ان هو هيختصر عليه كتير في الموبايل. فبخدنا خدنا ويب وموبايل، بعد كده نشوف باقي الكورسات او باقي الدنيا ماشيه ازاي ونربط ده كله نعم. احنا محتاجين يا دكتور اذا ممكن الفريم ورك تشتغل موبايل ويب في المرحله الاولى، مهمه جدا يعني، لان هيبقى في خبره اللي بيها، اللي عايز بقى ياخد حاجه سبيسيفيك لطبيعه طلبات السوق، لطبيعه خبرته او كذا يقدر يدوس فيها. فما في لو الفريم ورك تشتغل على الوينجين يعني يبقى افضل بكتير. احنا قلنا عندنا فريم ورك مبدئيا. انتوا انا عايز برضه اسمع بقيه الناس يعني، ما اغلب اللي كلموني دلوقتي متفقين على ويب، فاهمني؟ اغلب اللي كلموني دلوقتي بيتكلموا على ويب، هل الباقي كله متفق او غير متفق؟ انا بس كنت عايز اقول حاجه هنا، ممكن انت ممكن تقول جانجو مثلا على فكره، عشان قلنا جانجو هنا باك اند وممكن تشتغل هنا فرونت اند، بس نسيت اكتبها يعني. بس قلتها لكم فعلموا. رجعنا هنا انتوا بتتكلموا في الديزاين ده صحيح؟ في الايه؟ بتتكلموا في الـ في الـ في الـ في الرود ماب دي اللي هي بتاعت الويب. ويب يا دكتور. هو ويب وبعديها موبايل، والويب والموبايل نعمل ابلكيشن هنا وابلكيشن هنا والباقي معتمد عليهم. انا بقوله صح؟ ايوه. انت هتطلع منهم بقى اللي انت عايزه بقى، بس يعني رغم ان انت لو عايز تشتغل بيج داتا كنت ممكن تعمل اختلاف هنا وانت بتبني هنا عشان الدنيا تبقى مختلفه. خلينا نقول بقى يعني ما نقعدش نبص ان الانسان مش هيكسب كل حاجه في الحياه، فاهمني؟ الانسان ما بيكسبش كل شيء في الحياه. خلينا هنا واقعيين بس ببساطه الاول، ناخد خطوه. انتوا بتتكلموا على ويب ابلكيشن ديفلوبمنت هنا من خلال الادوات دي، تمام؟ طب والموبايل ابلكيشن هيتبني فوق هنا بقى، فوق الاي بي اي اللي هنا بقى. بس انتوا بتتكلموا اليوزر انترفيس دلوقتي، تبني موبايل ولا تبني ويب؟ يعني انتوا هتبداوا الاول. طب ممكن تقول انا هبدا مش عايز ويب انترفيس خالص، سيبك من اتش تي ام ال وجافا سكريبت والكلام ده كله، هنبني لغايه الباك اند، ومن الباك اند هنركب فيها موبايل مثلا. طب موبايل من غير ويب ينفع؟ ايه؟ موبايل من غير ويب ينفع؟ ما احنا قلنا ينفع، بس احنا قلنا ينفع لو احنا ناخد لا سوق. انا بتكلم في سوق العمل، او ان حد يطلب مني برنامج متكامل مش عارف موبايل. بتتكلم مثلا ايه؟ انت هتشتغل مثلا سي يعني، هتشتغل اندرويد وهتبني الباك اند بتاعتك بايثون، خلاص في السوق مطلوب، موجود في السوق. بس لما تطلب باك اند موبايل ويب بايثون، بس تطلب اندرويد وفرونت اند يعني، في يعني كسوق موجود. انا بعمل فلاتر، انا بعمل فلاتر والباك اند بتاعه بايثون، بس مستحيل اعمل الاثنين دول واعرضهم في السوق غير لما اكون بعرف اعمل ويب ابلكيشن. يعني هو مطلوب فعلا في السوق زي ما حضرتك بتقول، بس بطبيعه الحال لازم يكون في ويب ابلكيشن. هو الويب الابلكيشن الاساس احنا هنلم فيه حاجات كتير بس، وهنعرف نعمل مشاريع وتبقى قاعده قويه لينا للي بعد كده.
لكن انا لو دخلت ويب انا سوري موبايل، انا موبايل بعرف اعمل يو اي فلاتر كويس جدا، وبربطه بباك جراوند او سوري باك اند، مهما تكون ايه هي الباك اند بربطه بيشتغل. بس اساسيه الويب ابلكيشن ماشي، ده انت، انا مش معترض، انا بتكلم بقى ايه انت بالنسبه لك خلاص انت محتاج الويب ابلكيشن. لكن انا سمعت يعني من الناس، انا عايز الباقي الناس ما بتتكلمش ليه؟ في ناس بتخرج. ما انا بالنسبه لي يا دكتور لو سمحت لي الاتجاه ان احنا نعمل، انا شفت لحضرتك كذا فيديو في موضوع الباك اند بتاع بجانجو، وكان الدنيا ماشيه كويس يعني، فكان باقي نقطه ان احنا نربط معاها فلتر، يعني نشتغل فلتر ان احنا نعرف نشتغل مع او اي تقنيه يعني تبقى كروس بلاتفورم، بحيث ان انا ما احتاجش ان انا اذاكر سويفت او اذاكر اندرويد وحدها جافا يعني او كده. موبايل يعني؟ نعم كموبايل تقصد؟ كموبايل ابلكيشن. لان انا لو عملت الباك اند كاي بي اي فانا اقدر اديها لبتاع الانجولر او بتاع اي تقنيه باك فرونت اند يشتغل معاها يتعامل معاها. انا اصلا عملت النواه بتاعه المشروع وخلاص، وبقى عندي كمان جزء الابلكيشن، يبقى انا كده عملت مشروع كامل. حبيت اعمل ويب فعندي الاي بي اي جاهزه، اقدر اخلي بتاع الويب اقول له لو انا عندي ما عنديش خلفيه خالص، فانا اصلا مستحيل. انت قومت الباك اند، الباك اند دي هتخدم معاك على الموبايل وعلى الويب بالظبط، وانا مستحيل الم بكل حاجه في الدنيا يعني، لازم برضو يبقى كل واحد مميز في حاجه معينه يعني. حلو. انا اكيد مش عارف. انا كده ما فهمتش انت بترجح ايه. انا برجح ان انا اشتغل موبايل ابلكيشن مع باك اند موبايل يعني، على طول يعني موبايل ابلكيشن مع اي بي اي بجانجو او فليسك او فلاسك او اي حاجه يعني. سهلة. ممكن اكلم ولا بس ثواني بس خليه يكمل كلامه وبعد كده هناخد راي ده. طب بس انت لو هتخش موبايل ابلكيشن كده هتحب تشتغل نيتف ولا تشتغل حاجه هنا تشتغل ويب وتشتغل موبايل، ولا انت مش فارقه معاك اي حاجه وخلاص موبايل ابلكيشن؟ الاتجاه اعتقد الاتجاه دلوقتي حتى في الطلبات الفلتر بقت يعني الاتجاه ليها قوي. هو مش صح بس ماشي يعني، هو يعني لسه السوق بتاعنا كشركات ما بيطلبش كتير فلاتر عشان انت عارف كشركات، لكن الناس اتشفتت، الناس الشباب اللي لسه بيجهزوا نفسهم وطموحين جدا، لكن الشركات مش بالقوه بتاعه الحاجات الطوب، لكن موجود موجود. انا جاي من فلاتر وبقول لك ويب، لو انت عايز فلاتر انا جاي من فلاتر وبقول لك ويب هو الاساس. هي انا جاي من الويب وبقول لك برضه. ما دي النقطه، كل واحد عايز اللي ناقصه يعني. طيب فلاتر مهما يكن، فلاتر مهما يكن ان هو يقوم لوحده كده، قومه دارت ابدا دارت، واعمل باك اند بتاعتك دارت، واعمل فرونت اند بتاعتك دارت، واستغنى عن بايثون والموضوع خلصان. احنا قلنا الكلام ده في الاول. يعني العمليه هو كامل، مش محتاج ان احنا ندخل فيه بايثون باك اند وبتاع. لكن انت عايز بايثون، انت عايز بايثون يكون هو الاساس، عشان بقيه السبع كورسات اللي شرحهم الدكتور او اتكلم عليهم الدكتور كلهم بايثون، والبايثون قوي فيهم، فانت عايز البايثون حاجه اساسيه، فنعمل ويب ابلكيشن حاجه اساسيه. مش كل السبع كورسات كلهم بايثون، هو كده الدكتور غير في المنهجيه شويه. هو في الاساس احنا بناخد بايثون لان هي بايثون تقدر تعمل منها موبايل، تقدر تعمل منها. لا خد بالك من حاجه، انا هرد على حاجه. هو هنا قال ان هو الافضل ان احنا يعني ايه، يبقى في الويب هناخد فرونت اند حاجه غير جانجو مثلا، او في الموبايل حاجه برضه غير بتاعتك بايثون. واحده بس الباك اند بتاعتك كده ما هي الباك اند بايثون، انا كده الباك اند هتبقى اي حاجه تاني. بص السبع اتجاهات دول كلهم فيهم بايثون، ما بنتكلمش بره بايثون. لكن احنا قلنا الموبايل ابلكيشن اللي هو الكيفي الوحيد اللي بيتكتب بلغه البايثون هو ده تعبان، تمام، والسوق بتاعه ضعيف وطلباته في السوق ضعيفه، وكمان هو مقرف يعني في الشغل، ولذلك احنا استبعدناه وقلنا ممكن نشتغل بحاجه تكون ارقى شويه، تمام. اما الويب فانت كده ويب كنت يعني حتى لو هتشتغل كله جانجو ما انت هتتعلم اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت يعني. انا نفسي يعني من الاخر، انا لما زودت في الرسمه وكتبت لك هنا اهو كتبت جانجو يعني، عشان انا عارف ان الفكره دي هتيجي في دماغك. طب ما انت لو انت هتقول لا يا عم انا مش هروح اتعلم ولا فيو ولا اي اوراكل جيت ولا انجلر ولا الكلام ده خالص، انا هو جانجو هيملاي الدنيا يبقى زي الفل. هتحط جانجو في الباك اند وهتحط جانجو في الفرونت اند، صح؟ فدي حط في جانجو في الفرونت اند هتلاقي برضه ريكوايرد ليه اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت، عشان نبقى واضحين مع بعض كده هو عشان يبقى فرونت اند برضه محتاج نفس الايه، نفس الاتجاه ونفس الريكوايرد، تمام.
هو ده اللي انا بتكلم عليه. بعدين كده حطينا جانجو كله بقى جانجو وكله بقى بايثون في الاول وفي الاخر برضه هتلاقي نفسك على نفس الخطه كده. انت محتاج ليه تشمل سي اس اس جافا سكريبت؟ خدت بالك من الفكره؟ صحيح يا دكتور صحيح صحيح كلام حضرتك مظبوط. لكن احنا قلنا احنا هنختار حاجه غير الجانجو لان السوق بدا يفرق ما بين الباك اند والفرونت اند ويبني ريست فول اي بي اي ويعمل الناحيه الثانيه فرونت اند ويشتغل. فالسوق افضل له انك انت تشتغل كده. وبعدين كمان كفرص عمل انت احسن لك تشتغل في حاجه ثانيه. يعني ايه؟ انت لو اشتغلت جانجو خلاص انت تروح شركه بتاع جانجو يا جانجو على جنب مش هتلاقي فرصه ثانيه صح ولا لا؟ خلاص كل واحد. لكن لو انت باني باك اند بتاعك جانجو مثلا وطلعت في الفرونت اند انت كنت تعرف مثلا انجلر انت ممكن تلاقي فرصه مثلا في شركه انك تشتغل انجلر بس فرونت اند هم عايزين حد فرونت اند انجلر مثلا. فهمتني؟ صحيح دي نقطه قوه. صحيح عندك فرايتي عندك يعني عندك كذا اداه تشتغلها. انت مش شغال اتجاه واحد وخانه واحده ومقفول. لا انت ممكن تقول والله انا بشتغل بايثون باك اند وتروح في شركه تشتغل باك اند بايثون بس. طب انا بشتغل اوراكل جيت لقيت ناس بتشتغل في ابلكيشن اوراكل جيت وعايزين يعملوا مثلا حته وانت عارف اوراكل جيت فتشتغلها او تعمل موبايل ابلكيشن بتاعك لوحدك كده على جنب بالليل ولا بتاع بس عرفت تلاقي لك فوق يعني تلاقي طرق طريق. تمام. احنا ليه بنهتم برضو بالفول ستاك او بحاجه على بعضها؟ لان انت برضو ما تضمنش الشركات قوي دي ما شايفين السنه اللي فاتت كلها اتضربت كله قاعد في البيت فاهمني؟ كان كل الدنيا مضروبه فانت ممكن تكون عايز تشتغل حاجه لنفسك او حاجه تقدر تخلصها. يعني انت تقدر تقعد تسهر مع نفسك تطلع حاجه تاكل منها عيش تفتح بيها وتشتغل فاهمني ازاي؟ ما تبقاش متوقف فقط على ان في شركه بتديك مرتب مثلا. فده برضو مش هيدولك غير لما تكون بتعرف تعمل في حاجه فول ستاك على بعضها. انت بتعرف تعمل بس الباك اند هتبقى مستني حد تدور عليه يعمل لك الفرونت اند بتاع السيستم او العكس. فعشان كده بقول فول ستاك عشان الواحد يبقى على الاقل يوم بيحصل حاجه او مثلا على الاقل يرجع من شغله عنده وقت يعرف يعمل سيستم بزنس ياكل فيه عيش بس. يعني انت شايف كده صحيح تمام. ف خلاصة احنا ما تخرجناش بره البايثون. انا حبيت ابص من فوق خالص شويه وقلنا بس اسماء الموضوعات اللي احنا الاتجاهات اللي احنا عايزين نتكلم فيها بدون تفصيل كله. احنا بس ما فصلناش غير الويب والموبايل وقلنا كفايه كده وقلنا نتخانق. فالناس دلوقتي يا اما ويب ابلكيشنز يا اما موبايل ابلكيشنز. لو احنا هنروح الموبايل ابلكيشنز انت تتعلم باك اند هتروح ويب ابلكيشنز تتعلم الباك اند في الحالتين تمام. يعني لازم بدايتك تبقى لازم تتعلم شويه الباك اند وبعد كده تتنقل بقى يا اما تبني موبايل ابلكيشن قدام يا اما تبني موبايل ويب ابلكيشن قدام. صدقوني انا لو يعني ما اعرفش بس يعني لو ما كان يا دكتور يا اختار يعني اختاري انا بالنسبه لي ويب او موبايل ما فيش مشكله زي ما يحبوا الشباب دي او دي ما فيش مشكله. يعني انا اصلا ما عنديش مشكله يعني ان انت اصلا بتعرف ويب يعني لا انا ما اعرفش ويب.